بعد فشل انعقاد الجلسه يعني ظهر يوم امس انعقدت الجلسه في ساعات متاخره من الليل يعني باختيار رئيس المجلس ونوابه والمحافظ ونوابه يعني عبد الباقي العمري رئيس المجلس محافظ ذي قار ينتمي الى كتله يعني الى حصه السند من الاتحاد النقدي، مرتضى عود السعيدي من اشراقه كريم نائب الاول او نائب رئيس مجلس، منتظر ابراهيم محيي البيطار تابع الى تيار الحكمه، رزاق الشيش تابع الى حزب الدعوه ودائره القانون، وماجد عتابي النائب الثاني هو تابع الى كتله صادقون. يعني اليوم يعني الشارع في ذي قار وبالتحديد يعني ابناء تشرين وناشرين تشرين رفضوا هذه المحاصصه التي يعتبروها محاصصه مقيته، وكذلك رفضهم اكدوا رفضهم لمجالس المحافظه. يعني عدي يعني من المحتمل ان تكون هناك تظاهرات وتصعيد في محافظه ذي قار طيب. يوم امس بسبب هذه هنا اسمح لي اتساءل هذه النقطه تحديدا، هل هو رفض لكل ابناء المحافظه ام فقط مثلا المتظاهرين عندما نتحدث مثلا عن تشرين؟ يعني رفض لكل مجلس محافظه ذي قار، وبالتحديد يعني اقصاء كافه المستقلين. يعني يوم امس عدم حضور تحالف الماكنه، اثنين اعضاء تحالف الماكنه، وكذلك من تحالف قيم احد الاعضاء، ومن تحالف الاساس العراقي حسب ما يعني بحضور الجلسه. بدات الجلسه بعدها انسحب احد اعضاء مجلس المحافظه عن تحالف الاساس. يعني قبل قليل بعد اتصال بالناشطين والمتظاهرين اكدوا رفضهم لهذه المجالس وعوده المجالس في محافظه ذي قار بعدما قدمت الناصريه اكثر من 150 الى 160 شهيد في المحافظه. يعني ذكرت ان يوم غد هي يوم تصعيد في محافظه ذي قار بكافه يعني المحافظه. نعم. طيب بالمقابل يعني البعض وما تابعناه من خلال مثلا محافظ ذي قار يقول سنكمل ما يعني أنجزه المحافظ السابق. فعليا ذي قار يعني ستكون على خط الخدمات وستنجز فعليا من خلال الأسماء التي وصلت لهذه المناصب، أم ربما الأمر سيكون مغايرا بعد أشهر؟ يعني المواطنون في محافظة ذي قار متخوفون يعني بعدما تسلموا خلال 20 سنة الماضية يعني هذه الأحزاب وهذه الوجوه من عدم تقديم الخدمة إلى المحافظة، من مشاريع تركتها هذه الوجوه في المحافظة أو يعني هذه الأحزاب خلال السنوات الماضية. يعني الشارع ذي قاري يعني غير راضي عن تسمية الأحزاب مرة أخرى في المحافظة. نعم. طيب من ذي قار إلى بغداد وإليك مهدي، يعني ماذا عن بغداد؟ عملية الحسم لمن ينتمون عندما نتحدث عن الأسماء التي تسلمت المناصب، وما الذي تبقى أيضا يعني لم يحسم بعد؟ تفضل. نعم عدي، بعد المداولات الطويلة التي حدثت في جلسة مساء يوم أمس يعني كانت هنالك نتيجة واحدة، هو اختيار المحافظ عبد المطلب العلوي، واختيار رئيس المحافظة وهو عمار حسين القيسي، واختيار نائبه الأول وهو محمد جاسم نائب أول لرئيس المحافظة، ولكن لم يتم انتخاب النائب الأول للمحافظ بسبب هنالك بعض الأحزاب السياسية اعترضت على شخصيات معينة ربما قد تطرح. اسمح لي أن نعيد الأسماء. يوم أمس تم اختيار النائب مهدي، نعيد الأسماء مع انتماءاتهم، يعني عندما نتحدث عن المحافظ هو لدولة القانون. نعم. بكل تأكيد عبد المطلب العلوي هو نعم. المرشح الأول كان ضمن قائمة دولة القانون. نعم. ويعني بمعنى المحافظ يعني منصب المحافظ ذهب إلى دولة القانون أو تحالف إدارة الدولة. النائب الأول للمحافظ كان مفترض أن يكون من مكون معين، أي بمعنى تحالف تقدم الوطني، ولكن على أي حال كانت هنالك مفاوضات ومناقشات بين الكتل السياسية التي حضرت جلسة مساء يوم أمس. تم اختيار المحافظ الثاني وهو يسمى المحافظ الفني يعني من كتلة صادقون حسب التسريبات التي حصلت بأنه ينتمي إلى كتلة صادقون. رئاسة المحافظة ذهبت إلى كتلة عزم، والنائب الأول له محمد جاسم. يقولون هنالك شخصيات ينتمي إلى مكونات مستقلة، ولكن لحد هذه اللحظة لم ترسم الملامح كان هذه شخصية مستقلة. لحد هذه اللحظة هنالك إشكالية على أن الجلسة كانت من المفترض أن تحسم يوم أمس، ولكن بسبب المجادلات السياسية التي حدثت في هذه الجلسة أجل منصب المحافظ الأول. هنالك مهام كبيرة بعد هذه الجلسة يا عدي، تحديات الواقع الخدمي، الواقع العمراني في العاصمة بغداد، وكذلك أيضا ضياع ثقة المواطن بالحلقة التي يسمونها هذه النقطة تحديدا الحلقة الزائد. نعم مهدي، هذه النقطة تحديدا، يعني بعد حسم، يعني عندما نتحدث عن منصب المحافظ رئيس المجلس ربما باقي المناصب يعني ستحسم فيما بعد. ما هو رأي الشارع البغدادي؟ كيف نظر للأسماء التي توصلت إلى يعني منصبي المحافظ ورئاسة المجلس؟ نعم عدي، أنت تعرف أن أغلب الطبقة الشعبية هي أغلبية صامتة ولم تدلي بأصواتها في هذه الانتخابات، فقط جماهير الأحزاب السياسية هي من صوتت، وفئة قليلة من الشارع العراقي وبالتحديد البغدادي صوت على هذه الشخصيات. فبالتالي هو لا يعرف هذه الشخصيات ولا يعرف انتماءاتها الحزبية، فبالتالي هو لم يشارك. ولكن ثقة المواطن بحكومة مجالس المحافظات فهي ضائعة، مشاريع لم تنجز منذ 20 عاما لحد هذه اللحظة، أموال مليارية صرفت على أن تكون العاصمة بغداد قبلة العواصم العربية، ولكن بالتحديد هي لسوء التخطيط السياسي والعمراني أن تكون في أسوأ العواصم. فبالتالي هو لا يعرف هذه الشخصيات، يتمنى هذه الثقة الضائعة أن تعود للمواطن بإعادة الخدمات، إعادة البنى التحتية. ونيوز التقت بشخصيات وأعضاء من مجالس المحافظات، وعدوا لعدسة وان نيوز أنهم سيقومون بمشاريع عمرانية وتطويرية تنقذ وتحسن الواقع الخدمي للعاصمة بغداد. فبالتالي هذه التحديات وهذه الأموال الموجودة هي بانتظار يعني الحكومة المحلية. نحن ننتظر في السنوات القادمة أو في السنتين القادمتين على أبسط تقدير حتى نرى إن كانت هذه الحكومة فعلا يعني وعدت بما بوعودها أو ربما خلفت كما خلف الكثيرون بهذه المشاريع. تقصد الإيفاء والاختلاف. لكن يعني قبل ذلك يجب أن نتساءل، هل من موعد قادم حدده مثلا مجلس المحافظة لاستكمال عندما نتحدث عن باقي المناصب وتوزيع هذه المناصب على الأطراف الفائزة بحسب الاستحقاق الانتخابي، هل من موعد واضح يعني حدده مجلس المحافظة أم بعد؟ نعم، على أنت تعرف أن محافظة بغداد هي 49 عضوا يضاف إليها 3 أعضاء من الأقليات فتصبح 52 عضوا. فبالتالي تم التصويت على المحافظ ومن ثم بالأغلبية المطلقة. وكان هنالك نائبين للمحافظ، نائب الأول يسمى الإداري والنائب الثاني الفني، حسم النائب الفني. ومن ثم رئيس المحافظ حسم ونائبه الأول أيضا حسم. لم تتبقى استحقاقات لهذا المنصب سوى النائب الأول وهو النائب الإداري، لم يحسم بسبب التوافقات السياسية. لم تكن هنالك أي موعد للجلسة، رفعت إلى إشعار آخر. هناك أيضا لجان وهناك أيضا يعني بعض المناصب خارج يعني حتى مجلس المحافظة. نعم عدي، هو منصب واحد تبقى، منصب النائب الأول، ولم يكن هنالك موعد محدد ومعلوم يعني حددته المحافظة أو حدده قسم العلاقات والإعلام في المحافظة. نحن ننتظر ما يصدر، أو ربما قد تكون الجلسة سرية، فهي لم تكن على محمل أن يكون هنالك تصوير إعلامي وحضور لمواكبة هذه الجلسة. اختيار يكون توافق بين أغلب الكتل السياسية، تفتح الجلسة الثانية ومن ثم يتم الاختيار بالتوافق، ومن ثم يبدأ مجلس الحكومة المحلية في العاصمة بغداد مهامه بالمشاريع الخدمية.